هاد السنة هذه بطبيعة الحال كنعيشوا الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للثقافة والفنون صيف الودايع. هذا المهرجان اللي هو واحد من المهرجانات اللي كتنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، واللي هو في الأساس مهرجان كيعنى بهذا الفضاء الجميل، الفضاء التراثي ديال الودايع، وفي نفس الوقت كيحاول أنه يزوج ما بين التراث المادي اللي هو هذا الفضاء والتراث اللامادي عبر مجموعة من الألوان الفنية اللي من الواجب على الوزارة أنها تحافظ عليها، كفن الغرناطي، كالأغنية الأمازيغية، كفن الراي، كفن الأندلسي، كالفن كالموسيقى الكلاسيكية المغربية إلى غير ذلك. وربما الآن الدورة الخامسة المهرجان أصبح سنة على سنة كيلقى مكانته ما بين المهرجانات المغربية، وصبح موعد قار حيث أن للفنانين كيحاولوا أنهم يتصلوا باش يشاركوا فيه، ولا الجمهور ديال الرباط عامة والوداية بالخصوص أصبح بالنسبة لهم واحد الموعد اللي كيحرصوا على أنهم يحضروا ليه ويشاركوا فيه ويساهموا فيه. إذن حتى على مستوى البرمجة كذلك أصبحنا سنة على سنة كنحاولوا ما أمكن أننا نرقيوا البرمجة ديالو على أنها تكون برمجة يعني متنوعة وكتعكس تنوع الموسيقي والجغرافي ديال البلاد، وكذلك تكون فيها مواد فنية اللي مرتبطة بالتراث ديالنا المغربي. طيب، على ذكر البرمجة سي حسن، جميع المهرجانات ينهجوا واحد البرمجة الندوات بحكم صيف الودايع، ما لمسناش هاد النوع من البرامج فيه بحكم مثلا كندوا على الودايع بحكم هو تيتواجد في الودايع. واش ما تتفكروش تدمجوا من ضمن المهرجان لقطات ثقافية أو محطات ثقافية في هاد الصدر؟ هو اولا ماشي ما كاينش، كاين عندنا اللي اساسي هو عندنا دائما المهرجان كيكون موازات معاه معرض ديال الفنون التشكيليه. هذا العام عندنا معرض حول مدينه تطوان، وبالخصوص الحروب اللي عرفتها مدينه تطوان من خلال مجموعه من الخرائط الحربيه اللي كيعرضها السي مشيشي، وكذلك معرض ديال الآلات الموسيقية التقليدية اللي كيقوم بالعرض ديالها الفنان دامو اللي عنده واحد مجموعة ديال الآلات الموسيقية. هذا ما تيمنعش على أنه في الدورات المقبلة يمكن نفكره أنه تكون ندوات ومحاضرات، غير كيظهر لي بأنه الفترة اللي هي فترة الصيف كيصعب انك تقوم بانشطه ثقافيه من هذا النوع، لانه الجمهور ديال هذا النوع ديال الانشطه الثقافيه ما كيكونش حاضر بكثافه، لانه حتى الجمهور الاغلب ديالو اللي كيحضر للسهرات هو كيكون من المهاجرين المغاربه العالم اللي كيشاركوا في هاد السهرات. ولكن هذا ما تيمنعش ان نفكروا في ندوات مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله نقدروا نرتقبوا ان شاء الله مستقبلا انواع اخرى من انماط الموسيقى، مثلا الجهه الشماليه تلتج ولا شيء ما. بطبيعه الحال غادي المهرجان، قلت بانه هو مهرجان كيزاوج ما بين التراث المادي والتراث اللامادي اللي متجلي في واحد مجموعه الفنون المغربيه. وهاد السنه راه شفنا من الشمال مجموعه شقاره من مدينه تطوان، كاين الراي من وجده، كاين جوج ديال الفرق امازيغيه من سوس من اكادير. يعني هذا هو دور المهرجان، هو ينقب على هذه الالوان الفنيه ويحاول يعكسها ويعرضها في هذا المهرجان، ونتمنى ان شاء الله ان نفتحوا على اقاليم ومدن اخرى ان شاء الله. دورنا تشكركم ونتمنى لكم التوفيق سي حسن النفالي مدير مهرجان صيف الودايع. شكرا السي عبد الله.